أربط كل فراشة بقولها: الفراشة البيضاء، ما أسعدني حرة طليقة، مرحبا بالغريبة. الفراشة الصفراء، ليتني أطير معهما. ماذا قالت الأقحوانة للفراشات؟ قالت الأقحوانة للفراشات: بيتي لا يتسع إلا لواحدة. وماذا قالت الفراشات للأقحوانة؟ قالت الفراشات للأقحوانة: نحن صديقات لا نتفرق مهما كانت الصعوبات. على ما يدل رفض الفراشات قول الأقحوانة؟ يدل رفض الفراشات قول الأقحوانة على أنهن صديقات حبيبات. أضع رقم واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة لأرتب ما حدث في القصة. تصاحبت فراشات ثلاث: واحد، جاء المطر وبحثت الفراشات عن مخبأ. اثنان، لم تفترق الفراشات لدخول أقحوانتي. ثلاثة، جاءت الشمس فانطلقت الفراشات ترقص. أربعة، أولا أربط بين كل كلمة وضدها: يتسع، يضيق، بعيدا، قريبا، افتحي، أغلقي، طليقة، مقيدة. ثانيا، أعين الكلمة الغريبة عن بقية الكلمات: فراشة، بستان، هواء، أزهار، أقحوانة، كتاب، مطر. الكلمة الغريبة هي كتاب. أولا، أكمل كما في المثال: هذه فراشة ترفرف، هذا عصفور يغرد، هاتان فراشتان ترفرفان، هذان عصفوران يغردان. ثانيا، أحول حسب المطلوب: صديقي أنا، صديقك أنت، صديقه هو، صديقنا نحن. ثالثا، أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة: صديقات كانت الفراشات، مهما الصعوبات لا نفترق نحن. الجملة هي: نحن الفراشات صديقات لا نفترق مهما كانت الصعوبات. أسمع وأملأ الفراغ بما يناسب: أحب الفراشة الجميلة وهي تتنقل في فصل الربيع من زهرة إلى أخرى وترقص في المساء تحت ضوء القمر، وكأنها بنت تلبس كسوة ملونة.